مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إحياء أحد أهم المشروعات القومية وهو مشروع توشكا، نظرا إلى حجم المردودات والعوائد الاقتصادية المنتظر منه. حابين طبعا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر، معانا على الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا استاذ يوسف، وصباح الخير لكل المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب وسنه سعيده لحضرتك. اهلا بيك. يعني طبعا يعني توشكا احنا بنسمع عنها من سنوات ماضيه كبيره، فطبعا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي اعاد احيائها واحياء المشروعات القوميه بها، فحابين برضه نعرف من حضرتك موقع هذا المشروع والمساحه التي يشغلها واهميته. طبعا طبعا مشروع توشكا ده مشروع مهم جدا، بيهدف الى استزراع مساحات كبيرة جنوب أسوان. المشروع ده بدأت الدراسات ليه يعني قديما جدا، منذ إنشاء السد العالي وهناك دراسات تتحدث وتبحث عن إمكانية الزراعة في تلك المنطقة. الحقيقة الموضوع دخل في الواقع العملي في حكومة الجنزوري في وبدأ للظهور على أرض الواقع عام 1997، وكان الهدف منه زراعة 540 ألف فدان في تلك المنطقة، إلا أن المشروع واجهته عقبات، من أهمها عقبات يعني متعلقة بأن مش كل المساحات اللي موجودة هناك بتبقى قابلة للزراعة، لأن هناك تم اكتشاف أن نحو 60% من الأراضي قابلة للزراعة. هناك عقبات طبيعية مثل الجبل الجرانيت اللي كان المقابل للقناة ومنعها من الاستمرار. الأمر اللي أدى إلى أن المشروع تتراجع الاهتمام به في فترات سابقة، ولكن مع إعادة اكتشاف قدرات الدولة ومشروع تنمية الذي يتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاد هذا المشروع للواجهة، وتم إعادة ضخ استثمارات لهذا المشروع لأهميته ولقدرة الدولة المصرية على تذليل تلك العقبات. ففكرة أن تكون ليس كل الأراضي الموجودة في توشكا قابلة للزراعة، أيوة، ولكن هذه النسبة بتنطبق على معظم أراضي مصر والكثير من أراضي العالم، بالتالي فإن وأيضا العقبات الطبيعية يمكن التغلب عليها. بالتالي تم إعادة المشروع. شاهدنا كيف أن الجبل الجرانيت الذي كان يعيق سير المياه تم تدميره بالفعل، كيف أنه تخطط الدولة إلى التوسع إلى ليس فقط 540 ألف فدان التي كان مخطط إليها في 1997، ولكن هناك مخطط لكي تصل الى يعني ملايين الأفدنة. يعني ما يمكن المرحله الاولى 540 ألف فدان تصل الى مليون فدان، تصل الى ما هو اكثر. بالتاكيد المشروع مهم جدا لان هو بيساعد على سد الفجوه الغذائيه، بيخلق فرص عماله، بيشجع على الاستثمار في تلك المنطقه وسحب الكثافات وتشجيع السكان الى الانتقال الى تلك المنطقه. هو ايضا يعني بيعظم من الصادرات الزراعيه يعني بصوره كبيره جدا، لان اذا تحدثنا فقط عن بند التمور اللي هو يعني وشاهدنا جميعا مزرعه التمور اللي تم افتتاحها عند في وجود السيد الرئيس، كيف أن التمور تلك يمكن أن تحقق هامش ربح للدولة نحو 37.5 مليار جنيه، وحيث يمكن أن من خلال تلك المزرعة مع اكتمالها أن تزيد الصادرات المصرية من 50 ألف طن إلى 100 و150 ألف طن. الحقيقة مشروع في منتهى الأهمية، وعودته إلى الصدارة ستعود بالفوائد الكثيرة على الدولة المصرية. طيب، هو الحقيقة أيضا دكتور وليد يعني على مدار أسبوع كامل افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة يعني العديد من المشروعات بصعيد مصر. حابين نعرف يعني من حضرتك يعني أهم هذه المشروعات وأهميتها، وطبعا انعكاسها على يعني صعيد مصر طبعا بعد سنين من الحرمان من هذه المشروعات.
بالتأكيد هو صعيد مصر عانى من التهميش لسنوات طويلة، وليس الصعيد فقط ولكن الكثير من المناطق في مصر، يعني جميع المناطق كانت بتعاني من تباطؤ عمليات التنمية. مشروع التنمية الحالي بيغطي كافة المناطق المصرية بكافة قطاعاتها، نشاهد التنمية في سيناء، في الساحل الغربي، الشمال الغربي، في الصعيد، في الوادي والدلتا، في مع تكافل وكرامة، المدن الجديدة، المدن القديمة وما ينتبه من تطوير. أما بخصوص الصعيد، فالصعيد تم ضخ أكثر من تريليون جنيه في 7 سنوات الماضية بمشروعات يشاهدها المواطن الصعيدي ويتعايش معها. المحاور المرورية اللي قللت المسافة ما بين الصعيد والقاهرة، والمحاور العرضية اللي بتخلق آفاق للتنمية وبتوسع من الرقعة المعمورة في الصعيد، دي كانت شيء مهم جدا وافتتحها السيد الرئيس، وبتنفيذ من شركات مصرية قطاع خاص من ضمن 25 شركة تقوم بالتنفيذ، هناك 23 شركة من شركات القطاع الخاص تعمل يعمل بها المصريين. أيضا محطات الكهرباء في بني سويف قبل كده ودلوقتي في بنبان، محطة كهرباء بنبان التي يشترك فيها أكثر من 17 مؤسسة تمويل في العالم، هي محطة بتستخرج كهرباء تصل إلى 90% من قدرة السد العالي. يعني نحن أمام سد عالي جديد. الطاقة والمحاور المرورية عندما تلتقي مع الأراضي الصناعية التي تم توفيرها في الظهير الصحراوي في الصعيد، ده معنى كده أن يكون هناك صناعة، أن تكون هناك فرص عمل، كل ذلك في جانب. الجانب الأقرب للمواطن أيضا هو مبادرة حياة كريمة التي تحولت إلى مشروع كبير، هو مشروع أعتبره مشروع القرن، والذي يغير من حياة المصريين. 60 مليون مصري يتركز الجانب الأكبر من تنفيذ المبادرة في صعيد مصر. صعيد مصر بيتغير، بيحصل على خدمات لم يكن يعني يتصور أن يصل إليها بهذه السرعة وبهذه الجودة أبدا. بالتالي فإننا أمام عملية تنمية شاملة متكاملة في صعيد مصر، تساعد على تطوير الصعيد، تساعد على الحد من هجرة أهل الصعيد إلى الشمال أو إلى خارج البلاد، ترفع من حجم الناتج المحلي الإجمالي، تنتقل بالصعيد إلى دوره وإلى أن يمارس دوره في إطار الجمهورية الجديدة التي تؤسس لها مصر من خلال عملية تنمية عادلة وشاملة لكافة المناطق الجغرافية في مصر. مظبوط فعلا كلام حضرتك، يعني احنا بنتمنى طبعا مزيد من هذه المشروعات الضخمه الجميله، واللي احنا فعلا الفتره اللي فاتت شاهدنا يعني عديد من المشروعات كلنا فخورين بها، وان شاء الله مزيد من هذه المشروعات والتقدم اكتر واكتر ان شاء الله يا دكتور. شكرا. انا بشكرك جدا على المداخله وعلى التفاصيل اللي حضرتك قلتها لنا، الدكتور وليد جبله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع، بشكرك شكرا جزيلا.